الحمد لله رب العالمين، خلق آدم عليه السلام من طين فسواه، وولد نوحاً عمراً طويلاً، ومن الموت ربي ما نساه، وأدان الحديد لنبيه داود كما تمناه، ووهب سليمان عليه السلام ملكاً عظيماً لا ولم ينبغي لأحد سواه، وكلم موسى على جبل الطور وناداه يا موسى إني أنا الله، وجعل عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن مولاه، وفضل سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا على هؤلاء جميع المصطفى. فاللهم صل وسلم وزد وانعم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك وصفيك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين الكرام المهجرين ومن صار على هديهم ونهجهم ليوم الدين. وبعد، في ظل هذه الفعاليات والانشطه الدعويه والمحاضرات التثقيفيه التي تقوم بها وزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت عناية وإشراف معالي الدكتور خالد صلاح الدين حسونة وكيل أول وزارة الأوقاف القاهرة، نستهل حفلنا ولقائنا هذا مع عالم جليل الدكتور وحيد أبو العليم عضو الإدارة العامة للمراكز الثقافية بديوان عام وزارة الأوقاف القاهرة. صدق القائل حينما قال: وما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى بالله، وقدر كل امرئ ما كان يعلمه، وأهل الجهل لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. مع معرفة العلم والعلماء فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على طريقتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، حديثنا اليوم حول موضوع من الأهمية لمكان، لا سيما وهو خلق من أخلاق الإسلام. والإسلام يتكون من عقيدة وأخلاق ومعاملات، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أساس بعثته والغاية من رسالته أن يتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وخلق اليوم هو جماع الأخلاق. يعني لو أردنا أن نقول إن الأخلاق الإسلامية تفرعت من هذا الخلق لقلنا ذلك: خلق الشهامة والمروءة. الشهامة والمروءة من الأخلاق العظيمة التي تخلق بها الأنبياء والأولياء والصالحون. ونحن إذا نتحدث اليوم عن الشهامة فإن أهل مصر قد جبلوا على الشهامة وجبلوا على المروءة. أهل مصر قد جبلوا على المروءة والشهامة، فسل نبي الله عيسى وأمه مريم حين أتوا إلى مصر كيف عاملهم أهل مصر، بل سائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدموا وعاشوا في تلك الأرض المقدسة الطاهرة أرض مصر ماذا صنع لهم المصريون؟ شهامة وكرم واحتفال واحتفال، هكذا هم المصريون، إنما جبلوا على الشهامة والمروءة والكرم. فالشهامة هي فعل الأمور العظيمة لاستحداث الأحدوثة الجميلة. شهامة معناها قصده، إنك تعمل أعمال عظيمة، تكون عالي الهمة، تكون صاحب خلق سليم لإحياء الذكر الحسن في الناس. المروءة
والشهامة أن تصل الأرحام وأن تلين الكلام وأن تعين على نوائب الحق. لو أردنا أن نتحدث عن الشهامة والمروءة طبعا نتحدث نفس سيدة الدكتور يعني نبي الله موسى عليه السلام الشهم الكريم العظيم من علم الدنيا كيف تكون الشهامة. انظر إليه وقد خرج من مصر فارا بروحه وجسده لما نصحه رجل شهم أيضا وأخبره أن الملأ يأتمرون به. خرج موسى، بعض كتب التفسير تقول أن نبي الله موسى أكل ورق الشجر من الجوع، بل بعض الكتب تذكر أنه كان حافي القدمين في حاجة لأن يعان وأن يساند وأن يجد الدعم النفسي والروحي. سيدنا موسى لما ورد ماء مدين وجد من دون الناس امرأتين جالستين، فلما رأى هذا الحال استسارت نفسه وخرجت الشهامة من داخله لأنه جبل عليها، فذهب إليهما وسألهما ما خطبكما. والخط، السؤال بالخط صفة عامة في القرآن لا يأتي إلا عند المصاب وعند الأمر الجلل وعند الأمور العظيمة. قال ما خطبكما، فأخبرتاه بحالهما، وكلكم تعلمون القصة. ماذا صنع موسى عليه السلام؟ هل تركهما وانشغل بحاله وجوعه وعريه؟ هل تركهما نبي الله موسى؟ لا، سقى لهما. النهارده بنسمع جملة أو ما لقي مصيبة أو بلاء يقول أنا مالي، أنا ليس علي، طالما الموضوع بعيد عني خلاص، ده الموضوع التجاري، أنا ليس لي علاقة بالموضوع. لا يا عبد الله، الإسلام ليس كذلك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الايه؟ الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالحمى والسقم. نبي الله موسى رغم فقره وجوعه وحاجته الا ان الشهامه اعظم، اعانه المحتاج. سقى لهما ثم تولى الى الظل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة جاء إلى أمنا خديجة يختلف، يقول لها كلمة عظيمة أوي، يقول لها أخشى على نفسي يا خديجة، أنا خايف. حين يخاف الرجال، حين يقف الأبطال، يقول إني أخشى على نفسي يا خديجة. ماذا قالت له العاقلة الطائرة النقية العالمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظرت إليه وبنت الحاضر على الماضي. بنت الحاضر عليه، ما هو يقول لك من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. اللي يتعب إليه زي ما يقول في الأمثال. قالت والله لا يؤذيك الله أبدا. هو ربنا يؤذي صاحب الشهامة؟ ربنا يؤذي صاحب المروءة؟ ده يقول لك ايه؟ صاحب المعروف لا يقع، وان وقع وجد الف يد تحمله. صاحب المعروف لا يقع، وان وقع وجد الف يد تحمله. قالت والله لا يؤذيك الله ابدا، انك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. ايه الكلام ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الضعيف ويغيث الملهوف ويعين المحتاج ويقف بجوار المظلوم. هذه الشهامة يا عباد الله في أبسط معانيها، أن تغيث ملهوفا، أن تبصر الطريق للأعمى، أن تعين الناس على نوائب الحق. إن رأيت من يحتاج إلى مساعدتك بادرت. أهو يعني بعض السلف ذهب إليه أخ يطلب منه مساعدة، فقام إليه وبكى بعدما اعطاه اللي هو يريد يعني بكى، فقالوا له لماذا تبكي؟
خلاص يعني وقفت بجواري واعطيت وساعدت ونصحت ونصرت. قال ابكي لانني اوصلت الى الحاله التي يطلب منك. امال انت كنت عاوز ايه؟ لا. المسلم والمؤمن يتفقد اخوانه واحبابه وجيرانه. يا ايها المسلمون كم من جائع نام وبطنه خاويه ونحن لا ندري. كم من عالم عاش حياته ونحن لا ندري. ايها المسلمون الكرام، ان خلق الشهامه والمروءه من اعظم اخلاق الاسلام، بل هو من اخص صفات الرجوله، كما قال القائل: من كملت رجولته جاءت وحضرت مروءته. تريد ان تكون رجلا؟ تخلق بخلق الشهامه وخلق المروءه كما كان سيدنا صلى الله وسلم وبارك عليه. اسال الله سبحانه ان يعيننا وان يجعلنا من اهل الشهامه ومن اهل الكرامه ومن اهل الولايه، وان يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في جنات الخلد في اعلى مقامات الجنه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. كل الشكر ووافر الاحترام والتقدير للدكتور وحيد ابو العينين، عضو المرابط الثقافيه في الديوان العام بوزاره الاوقاف بالقاهره. جزاه الله كل خير على هذا الوافر، القسط الوافر من العلم، بين فيه مكارم الاخلاق ومحاسن افعال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. مكارم اخلاقه ومحاسن افعاله كان اوسع الناس صدرا، واصدق الناس قولا، والين الناس جانبا. كان نبيك صلى الله عليه واله وسلم دائم البشر، سهل الخلق، ليس بفظ ولا غليظ الطبع ولا سخاب ولا عياب ولا فحاش ولا لعان، ولا يجزي السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح. لا تزيده كثره الاذى عليه الا صبرا، ولا شده الجهاله عليه الا حكما، صلوات الله وسلامه عليه. صدق ابن الوفا حينما قال: حب الحبيب سكن الفؤاد فعشها من الجسد. هذا النعيم هو المقيم الى الابد، روح الوجود حياه هو واجب، لولا رسول الله ما تم الوجود لمن وجد. عيسى وادم والنبيون جميعهم هم اعين، المصطفى هو النور قدم ما ورد. ذاهب لو ابصر الشيطان طلعه نور رسول الله في وجه ادم كان اول من سجد. ذاهب لو راى النموذج نور جمال حبيب الله عبد الجليل مع الخليل وما عنا، لكن جمال الله جل فلا يرى الا بتوفيق من الله الصمد. صدقت امنا عائشه، والقول لعائشه لما نظرت لسيد رسول الله ذات يوم: اتعرف ماذا قالت ايها المسلم؟ قالت لحبيبها محمد، لنبي الله، لزوجها صلوات الله وسلامه عليه: خلقت مبرئا من كل عيب، كانك قد خلقت كما تشاء، فاحسن منك لم ترى قط عيني، واجمل منك يا حبيب الله لم تلد النساء. وقبل عائشه امنا خديجه رضوان الله عليها وارضاها، اتعرف ماذا قالت واصفه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومناها ان تديم النظر لمن؟ لمحمد صلى الله عليه واله وسلم. اجتمعت فيه المكارم الاخلاق كلها. فإذا ذكرنا الأخلاق من شهامة، من مروءة، من عفو، من تسامح، من كرم، من تواضع، ينبوع الأخلاق محمد، تنبع من رسول الله، هو ينبوعها، هو مصدرها، كما يقول علماؤنا. ماذا قالت أمنا خديجة في حقه لما نظرت إليه؟ أتعرف ماذا قالت؟ قالت: والله لو أن لي ملوك رجال الملوك والأباقرة وخاتم سليمان وجواهره، لا يكون هذا كله كافيا عندي في أن تظل عيناي لمحمد الناظرة رضي الله عنها وأرضاها. ننتقل الآن مع عالم جليل، مع فضيلة الدكتور رمضان محمود يونس، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، ليحدثنا عن المروءة والشهامة وأثرهما في المجتمع، ويجعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو الأسوة وهو القدوة تستقى منه الأخلاق. فليتفضل سيادته له منا كاملة ووافر الاحترام والتقدير. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا رب صل على النبي وآله. ما لام مرء في الأواصح أو خبا
يا رب اجبرني على النبي وآله، ما اهتزت الأثبات في نفس الصلاة. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الكون قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو الكرم لضيف مرحبا. بالله يا متذنبين بذكري صلوا عليه فما أحق وأوجبا. صلوا على من ضاق له غمامته والجزر حنى له والصحر ضلا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام وتبلغون المطلبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما احياك ذكر في القلوب واعدلا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما ازكاك في الرسل الكرام واطيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك منا توددا وتقربا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي ابي القاسم يا رسول الله، بلغ رساله ربه وادى امانته ونصح الامه وكشف الله به الغمه. اما بعد ايها الاخ الكريم، الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وضع للسعاده قواعد، وهي في حقيقتها مجموعه من الاخلاق، لأن قوام الأمم والحضارات بالأخلاق، وضياعها بفقدانها لأخلاقها. فالأسمة أسمة أخلاق وقيم. ولذا يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبت. وقال: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مهتما وعويلا. وقال صلاح امرك للاخلاق مرجعه فقوم النفس بالاخلاق تستقم. ولذلك اخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ان حسن القلوب هو طريق الجنه. حينما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال: تقوى الله وحسن القلوب. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الامام احمد في مسنده. ما هي القواعد التي وضعها الامام علي لابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه؟ وضع قواعد للسعه. قال: لا تكره احدا مهما اخطا في حقك. لا تكره احدا مهما اخطا في حقك. لا تقلق مهما بلغت الذنوب. عش في بساطة وإن على شكلك. توقع خيرا مهما كثر البلاء. أعطي كثيرا ولو حرمت. أعطي كثيرا ولو حرمت. ابتسم ولو القلب يقطر دما. لا تقطع دعاءك لأخيك. مجموعة من الأخلاق الفاضلة، وكلها جاءت الشهامة والمروءة أخي الكريم. الشهامة والمروءة جميعنا يعرف هذان أو هذان الكلمتان جيدا، ولكن لا يعرف من معانيها إلا أنهما رمزان للجدعنة والنخوة مع الآخرين، بالمعنى الشعبي الراهي الواقع، بالمعنى الشعبي الشائع، رمز للجدعنة والنخوة مع الآخر. ولذلك لو أتينا إلى كتب اللغة، الشهامة مصدر من الفعل شهيما، والشهم هو السكين الفؤاد، والجمع شهام. أما تعريفها في اصطلاح العلماء فهي عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر الجميل، تستتبع الذكر الجميل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم رغم عداوة قريش وإيذائها للمؤمنين
لما جاءهم أبو سفيان يطلب منهم الاستسقاء لم يرفض. ليه؟ لحسن خلقه وشهامته ورغبته في هدايتهم. فالشهامة ومكارم الأخلاق لها أثر كبير في ذهاب العداوة أو تخفيفها. أما المروءة كما عرفها العلماء فهي صدق في اللسان واحتمال للعثرات وبذل للمعروف وكف للأداء وكمال في الرجولة وطراوة للوجه. المروءة من صفات الرجال كما قال أخي الدكتور وحيد: من كانت مروءته أو من كانت رجولته كاملة كانت مروءته حاضرة. من كانت مروءته من كانت رجولته كاملة كانت رجولته حاضرة. ولذلك الشمامة من خلق الرجال العظماء هي تشيع المحبة في النفوس وتزيل العداوة بين الناس، تزيل العداوة بين الناس، وهي حفظ للأعراض. الشمامة حفظ للأعراض ونشر الأمن في المجتمع. ولذلك الشهامة أو المروءة مع الله عز وجل تكون بالاستحياء من الله حق الحياة، بالاستحياء من الله عز وجل حق الحياة، فلا تقال إحسان وبالإساءة والكفران والجحود. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياة. ولما لا نستحي من الله عز وجل ونحن نتقرب في نعمه وإحسانه ونعيش على أرضه؟ لما لا نستحي من الله عز وجل؟ الحياء من الخلق يكون بالسعي في قضاء حاجتهم وبشاشة الوجه، أن تكون بشوش الوجه أخي الكريم، تبسمك في وجه أخيك لا تصدق، بالسعي في قضاء، بالسعي في حاجات الناس وبشاشة الوجه ولطافة اللسان وسلامة الصدر، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. في حديث ابن عمر عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطلب عنه جوعا، ولا أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. ومن كف قضاءه سطر الله عورته، ومن كرم غيظه ولو شاء أن يمضيه الأمضار ملأ الله قلبه رجاء وفي رواية أملا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبت ما له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزول الأقدام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. المروءة عفة اللسان، أن تكون عفيف اللسان أخي الكريم مع من تتعامل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما يصدر عن اللسان محسوب له أو عليه.
ولذلك اللسان أمير على الجوارح، إن استقام استقاما وإن اعوج اعوج، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم قال سائر الجسد باللسان: اتق الله فينا، إنما نحن به، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك أخي الكريم، فإن خلق الشباب والمروءة من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن نتحلى بها جميعا أو بهما جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين ويأس الطبيب. اللهم ارحمنا إذا روحي اسمنا انضرس رسمنا. اللهم ارحمنا إذا وصلنا التراب وفارقنا الأحباب. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأنيسنا في قبورنا، واجعله يا رب ظلا وتاجا على رؤوسنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه وسوء. اللهم امين. اللهم امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. يزيد شكرنا ووافر احترامنا وتقديرنا لفضيلة الدكتور رمضان محمود يونس، أستاذ أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة. يا سيدي، معذرة الله إن دام فيك تبياني وتعبيري، ماذا وفيك أنا من حق وتكرمة وأنت والله يا حبيب الله تعلو فوق ظني وتقديري. أقبلت كالفجر والضاح الأسارير، تدعو يا الله في بشر وتيسير، على جبينك على جبهتك على وجهك نور الحق واضحا، وفي يمينك يا سيدي لواء العبد والنور. يا سيد الرسل الكرام، ومن به اقام لهذا الدين الحنيف بناهم، الحق نور والله انت مسهر فجره، والشرك ليل يا سيدي انت فيه ضياءه، والعبد يا حبيب الله انت وضعت ثوابت حكمه فمضى على سنن لك الخلفاء. المسلمون جميعهم جسد، اذا عضو شكا سلمت له الاعضاء، الدين والدنيا لنا جميعا شرعه قدسيه غراء. الظلم يا حبيب الله قد سددت عليه طرقه، هذه العداله ايها المسلمون، فالنفوس جميعا امام ربي سواء. خالص الشكر ووافر التقدير لمعالي دكتورنا استاذ الدكتور اسامه سيد الازهري وزير الاوقاف، والدكتور خالد صلاح الدين حسون وكيل اول وزاره اوقاف القاهره، على رعايتهم وعنايتهم بهذه الندوات والمحاضرات التوعيه الدينيه التثقيفيه بجميع مساجد الجمهوريه.